السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيمان. أخبار سارة تعلن عنها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التصالح في مخالفات البناء. فيديو جديد وأخبار جديدة من قناة مع إيمان. لو أنتم أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا اشتراك من المربع الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكمان تفعلوا جرس التنبيه علشان إن شاء الله يوصل لكم إشعارات بأي فيديو جديد أنا بنزله. القناة هنا متنوعة وأتمنى إن هي تعجبكم. أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح شهرا جديدا حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة لهذا الإجراء الهام. ولفت مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم إلى أن ما يزيد عن 2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، مما يعكس حرصا من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والإفادة من المزايا التي يترتب عليها هذا التصالح. وشدد رئيس الوزراء على استمرارية الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والحد من تفشيه مرة ثانية، للعمل على الحد من الإصابات تجنبا لمواجهة جديدة من هذا الوباء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في كثير من بلدان العالم. في النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وكمان لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.